الاهلي للمصلحه العامه ولمصلحه النادي الاهلي. الناس بتقول لك اصله النادي الاهلي يا جماعه ما بيفكرش غير في مصلحته. طيب هو مجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي هيفكر في مصلحه مين؟ هيفكر في مصلحه النادي الاهلي؟ طبعا هيفكر في مصلحه النادي الاهلي. قبلها هيفكر في مصلحه مين؟ هيفكر في مصلحه البلد، الافضل للبلد ايه. وهو ده اللي احنا متعودينه من النادي الاهلي، هو ده اللي احنا عارفينه عن النادي الاهلي، بيفكر اولا في مصلحه البلد وبعد كده مصلحه النادي الاهلي. سيبوكوا بقى من اللي بيطلع يقعد يزايد ويقول لك اصل الاخوان بقى مش عارف مين والاخوان والوطنيه والمعروف، كل واحد وبيحب مين وبيكره مين، ومعروف الكابتن خطيب ده ايه، ومعروف العمري فاروق ده ايه، ومعروف الاستاذ العمري فاروق ده ايه، ومعروف الاستاذ خالد دلندلي ده ايه، ومعروف خالد المرتجي ده ايه، ومعروف كل الناس دي معروفه. كل الكلام اللي بيتقال ده ما هو الا فقاعات هوا، صدقوني كل الكلام اللي بيتقال ده ما هو الا فقاعات هوا، هوا بس كده بيطلع وخلاص لمجرد التشويش يعني. ولكن الحقيقه احنا لا نزايد على احد. بالمناسبه انا وطني، انا اسمي اسلام محمود الشاطر، راجل مصري من الالف للياء، وحضرتك اللي قال الكلام ده او اللي بيقولوا الكلام ده كلهم وطنيين على فكره، ما عنديش اي مشكله، كلهم وطنيين يعني انا لا ما اقدرش ازايد عليهم، ما اقدرش ازايد على وطنيتهم، والناس عارفه كويس كل حاجه، كل حاجه معروفه، الناس عارفه كويس جدا الكلام اللي بيتقال ده بيتقال ليه وبيتقال دلوقتي ليه. كل ده عشان النادي الاهلي بيحاول ان يحافظ على حقوقه، مجلس اداره النادي الاهلي بيحاول ان يحافظ على حقوق النادي الاهلي. ففي النهايه الموضوع كله عباره عن حفظ للحقوق فقط لا غير. العب دوري انا ازاي اقعد 60 يوم، 60 يوم مستني اقول للعيبه دي ايه؟ ادي لهم دوافع ازاي؟ انا بتكلم بقى فنيا. ادي لهم دوافع ازاي ان هم يلعبوا الفتره اللي جايه او يتمرنوا الفتره اللي جايه. حاجات كتيره جدا الواحد بيسمعها ومش عارف اقول ايه، مش عارف. وبعدين بيقول لك اصله الدوري، طب الزمالك ازاي هيلعب 5 مباريات في الدوري او قبل المعسكر زي ما تونس عملت. تونس عملت ايه؟ انا جبت لكم بالورقه بقى النهارده. تونس عملت ايه؟